وبما اننا بنتكلم على العيد فالعيد يعني العيديه، فبالتالي اروح واسال زميلتي العزيزه سؤال الحلقه النهارده اللي بيقول مين اول حد عيدت عليه في عيد الاضحى المبارك؟ طبعا انت بتصحى الصبح يعني تروح تصلي العيد، بعدين بقى عيد على ماما بقى واخواتي وعيد على جيراننا، يعني دي كانت اول ناس كده شفتهم فاضطريت اعيد عليهم. عيديه لحد ولا لسه؟ لا يعني بص لسه ما دفعتش لان لسه ما شفتش ابن اخويا وبنت اخويا الثاني، بس يعني اكيد اول ما اشوفهم، بس ما يمنعش ان انا هاخد منهم هم شخصيا هديه. طب بالنسبه لماما بتاخدي هديه ولا كان زمان؟ لا انا الحمد لله، انا الحمد لله لسه مخطوبه بديها هي الهديه دلوقتي والله، بس لا يعني حرام، يعني عارفه هي بتديها هديه ولا بديها هديه، يعني احنا الاثنين بنتعامل مع بعض كده. ولسه بعد كده بايدي الشمال، يعني احنا بايدي الشمال ولسه بعد كده اخدها بايدي الشمال، في بينا اتفاق كده، هي هتديها هديه وانا اديها هديه، لو مش هديها دي مش هديها دي. بس لازم يكون نفس الرقم. لا مش شرط، انا بسامح عادي. اكيد ماما كريمه وده رقم ماما اكبر، انا عارف انت هتقولي لي على طول. بالظبط كده. لا يمكن انا الموضوع معايا مختلف يا جماعه، انا اول يوم العيد كان عندي صلاه العيد خلاص، فبالتالي بالنسبه لك لوحدك؟ لا كان عندي شغل، يعني انا كان عندي شغل كان نقل الاذاعه الخارجيه لصلاه العيد بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، لكن لازم اضمن حقي طبعا. فبعيد على ابويا وامي، فعيدت عليهم في الوقفه، يعني وقفه عرفات عيدت على ابويا وامي علشان اضمن حقي في العيديه اللي ابويا بيدهاني حتى الان، يعني ما زلنا كبار وكل حاجه، لا ما زال يعني. حتى الان يعني بابا ربنا يديله الصحه وطوله العمر، لازم يديني العيديه انا واخواتي، دي عاده واولاد اخواتي كلهم ما فيش حاجه، فاخدت العيديه من بابا بس في ساعتها وزعتها على اولاد اخويا. انت ما خسرتش حاجه. بالظبط. انا عايز اسالك بقى سؤال، ايه طقوسك عامه اول يوم العيد؟ يعني انت بس ده كان مختلف عشان كان عندك شغل. العيد ده مختلف شويه عشان كان عندي فيه شغل، لكن العادي احنا عندنا طقوس اول يوم العيد، لازم بنذبح اول يوم العيد، ويعني والدي لازم الذبح، احنا الذبح بيبقى شغال معاك ايام العيد كلها ما فيهاش مشكله يعني بعد الصلاه، لكن انا بابا لازم اول يوم العيد بنتجمع كلنا ابويا وعمامي ونذبح، وبعد ما بنذبح بنتجمع في البيت، الفطار الكبده اللي الكل يعني الفطار بيبقى مختلف، لازم تفطري كبده ومكرونه ده الفطار، تدخلي على الغدا فته، عارفه حاجات كلها خفيفه كده، حاجات دايت يعني. اسمعي طب اكمل لك، لسه ما رحناش العشاء. طب في النص وقت السناكس؟ ما لا 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 بنلغيها، لا لا في العيد بنلغيها، لان هي حياتنا كلها سناكس اصلا يا جماعه، فمش محتاجه ان احنا في النص سناك. يعني تخيلي انت لما تفطري كبده وتتغدي فته هيبقى السناكس ايه؟ اكيد لحمه محمره معروفه يعني. حاجه خفيفه كده. انت فطرتي ايه بقى في العيد؟ بص هقول لك حاجه، انا عارفه ان يعني المفروض ان احنا نصحى الصبح زي ما انت بتقول كبده ولحمه وحاجات كده، بس انا ما بقدرش بصراحه، يعني ما اقدرش ابدا اليوم كده على طول بحاجه تقيله كده، بس بفطر الصبح عادي طقوس العيد الصغير، يعني ممكن بسكوت ممكن شاي بلبن عادي. انت مبيتة في العيد الصغير؟ انا من هناك من ساعتها في العيد الصغير. وبعد كده بقى بندخل على الفته وبندخل على اللحمه وبندخل على كل الحاجات دي زي ما انت قلت، طبعا بيبقى فيه هم بس في ممكن اوضح، بيدخلوا عندك في البيت على الفته واللحمه؟ لا ما انا بدخل معاهم يعني ما بعد الفطار. لا لا بدخل معاهم بس فطر غدا عادي يعني. اللهم لك الحمد. وبعدين بقى طبعا زي ما انت قلت الذبح في الاول، بس يعني مش دايما بكون قادره ان انا احضره يعني، بس وبعد كده طبعا بقى في وقت التوزيع والحاجات دي، وبعدين بقى بندخل على بقيه اليوم بقى عادي، بنشوف بقى هنقعد مع بعض هنعمل ايه، بتتجمعوا كعيله؟ بالظبط، فبنشوف كده هنعمل ايه واليوم بيكمل بقى. بس فكانت بس لا بس والله يعني عاده الجامعه اللي بتبقى موجوده اول ايام العيد، خاصه كمان لما يكون بقى في اطفال في البيت، بتبقى حلوه قوي، وصلاه العيد بالنسبه لي الحقيقه من احلى الطقوس. ده حقيقي. اللي بتبقى عارف يعني انا لازم عشان احس بالعيد لازم يكون في صلاه العيد. العيد يعني لو حصل ان انا مثلا كان عندي شغل زي مثلا انت ال لما شغل وبصلي برضه يعني انا فاهمه طبعا. لا لا بس احيانا كمان بجد ممكن يكون عندنا شغل عندنا ما بنلحقش حتى للاسف صلاه العيد، بحس ان في حاجه ناقصه، يعني بتحس ان في حاجه كده في طقوس العيد وفي ايام العيد مش مكتمله، فانا العيد الحمد لله اللي بقدر ابتديه بصلاه العيد، انا بالنسبه لي انا كده عيدت. وما يمنعش ان انا برضه زي ما قلت لك كده باخد عيديه من هنا على عيديه من هنا. طبعا ربنا بيبارك يعني. يعني بس الحمد لله يعني. طب انت من الناس اللي بتحب تخرج في العيد ولا لا؟ لا انا من الناس اللي بحب العيد، بالنسبه لي بيبقى تجمع عائلي عائلي بحت، ما هو بيبقى اول يوم. ما بحبش خروجات العيد خالص، ولا احب السفر في العيد،
لان انا بالنسبه لي الناس كلها بتسافر في العيد، انا ما بحبش الدوشه، ما بحبش الزحمه. بالعكس انا بحب استمتع في شوارع القاهره وهي فاضيه كده وجميله، وبتروحي من مشوار لمشوار في سلاسه في الحركه. بقى الطبيعي بتاعنا دلوقتي بسبب فعلا خلينا نقول والله حقيقه يعني وشهاده وليس رياء، بس فعلا ان دلوقتي بقى عندنا طرق حركة النقل. لا اعتقد ان كل الناس دلوقتي بقت لمسه الموضوع، لكن انا تخيل ان انت ماشيه في الشارع لوحدك، مفيش حد يزنق عليك، يا حد يعني ما بتتفاديش اخطاء الاخرين. فدي حاجه انا بحب استمتع بالقراءه، يعني تقولي بقى انا هي دايما اخطاء الاخرين صح؟ اكيد طبعا. جوانا ده اكيد. لا ده اكيد معروف. طبعا لا والله دي حاجه. فانا بالنسبه لي العيد ما بحبش اللي انا اخرج فيه. مرة افتكر في عيد من الاعياد كان من 3 أو 4 سنين، قررت انا واخويا الكبير اللي احنا ننزل نقعد في مكان ما من التجمعات اللي موجوده في اكتوبر. عايز اقول لك بعد نص ساعه كنا ماشيين. دي بتبقى زحمه، شويه الناس زحمه فعلا، وكان الناس يعني ما بتصدق تلاقي يوم نخرج فيه، ما احنا العادي بنخرج يعني اغلب الناس بتخرج في العادي. لا والله بتحس انه الناس فعلا بتبقى اللبس الجديد واللي مخرج اولاد واللي معاه العاديه وبيبقى نلبس اللبس الجديد ده ونقعد في البيت نتجمع. خلينا نقول على حاجه مهمه بالمناسبه، احنا بنتكلم في عيد، يعني بنتكلم على فرصه ذهبيه ممكن الكل يغتنمها اذا كان في خصومه ما بين حد وحد اخر. فكره الرحمه، التسامح، الاخاء، خلوا عندنا نوع من انواع المبادره. لو في حد زعلان من حد ارفع عليه سماعه التليفون واستغل الوقت ده تحديدا واقول له كل سنه وانت طيب، عيد سعيد، والله الدنيا بتخلص وهتلاقي الدنيا مش محتاجه اصلا ومفيش حاجه محتاجه ان احنا نعمل خصومه ما بيننا وما بين بعض. بالظبط. فدي يعني انا ممكن اكون خرجت عن الكلام، بس دي حاجه كانت مهمه قوي اللي احنا ننوه عليها. استغل الوقت، مش عارف انا زعلان من جمان، مش عارف اصالح جمان ازاي، مفيش احسن من العيد اللي انا ارفع عليك سماعه التليفون واقول لك كل سنه وانت طيبه، واعتقد عمر الطرف الاخر ما هيخذلك وهيقول لك وانت طيب وهيرد عليك. لا يعني متهيئه تبقى صعبه قوي، ما اعتقدش ان ممكن حد يعمل كده، ولو عمل كده فانت بالنسبه لك بتبقى عملت اللي عليك حتى صحيح. قدام ربنا يعني. لكن بالعوده مره تانية فكره الزحمه في العيد، انا برضو خد بالك انه في ناس بجد بتبقى مستنيه تحوش العيديه عشان تبتدي تروح تخرج او تروح مثلا تشوف صحيح. فيلم حلو من افلام العيد، او تروح مكان مختلف مثلا بعيد عنها. الناس اللي بتبقى مثلا بره القاهره فتيجي القاهره تسمع ان في مكان حلو الناس تتكلم عليه فعايزه تروح تشوفه، فهي دي اعتقد ده سبب زحمه العيد. بالنسبه لفيلم من افلام العيد، لو تفتكري زمان انا من الجيل اللي حضر السينما الصيفي في المصايف، معرفش انت حضرتيها ولا. حضرتها وكانت مبهجه وليها احساس ومذاق مختلف. عجبني من يومين كنت بقرا الاخبار لقيت ان في خبر بيقول ان وزاره الثقافه قررت عرض افلام او مجموعه منتقاه من الافلام اللي موجوده في دور السينما في الاوبرا وفي مسرح الهناجر وفي غيرها من الاماكن المفتوحه اللي بتمتلكها وزاره الثقافه. اعتقد دي خروجه هتبقى هايله جدا للناس اللي هي بتدور على خروجه غير مكلفه، لان بما ان دخلت وزاره الثقافه فاعتقد ان الفيلم اللي هيكون بيعرض في وزاره الثقافه او في الدور اللي تابع لوزاره الثقافه لا يساوي نفس القيمه اللي بتعرض في السينمات او في دور العرض اللي موجوده في الاماكن الكبرى. لا اعتقد هي مش فكره القيمه على قد ما في ناس ممكن تكون بتحب مثلا تتفرج على افلام قديمه شويه في السينما، هي بتحب الجو ده بيبسطها اكتر. لكن اكيد ده مش فيلم قديم، ده دي افلام الجديده اللي موجوده حاليا. طب هايل. وشفت وانا جاي النهارده مكتبه من المكاتب التابعه لوزاره الثقافه في طريق البحر الاعظم عرضه البروم او البوستر بتاع فيلم من الافلام الجديده ان هو بيعرض عندها. انا بحييك الحقيقه على الخبر ده. لا ده فكره يعني هايله. انت بسطتني. انا شخصيا دي فكره هايله. يعني على اي حال ايا كان اللي بيساعدكم في العيد اعملوا. حابين تخرجوا وتستمتعوا بالزحمه والناس والونس واللمه وفرحه العيد في الشارع، انزلوا. حابين انتوا تتجمعوا مع عائلتكم، جمعوهم انتوا حتى لو كانت الناس مشغوله او الناس يمكن بقت مؤخرا بتكسل بسبب ان احنا خلاص بنعيد على بعض بالتليفون برساله بايا كانت الطريقه. بالظبط كده. لا جمعوهم انتوا. تحبوا تقعدوا تتفرجوا على المسرحيات اللي بتكون بتعرض طول ايام العيد من الصبح بالليل، شوفوا ايه اللي بيبسطكم واعملوه في العيد. خلي دايما العيد بالنسبه لكم مرتبط بالفرحه، مرتبط بحاجه حلوه او بوقت حلو بتقضوه. اللي عنده فقد حد من عيلته يفتكره ويدعي له بالرحمه، ويحاول دايما يطلع حتى صدقه على روحه عشان برضه يحس
بوجوده معاه في العيد. يعني خلي الأيام دي أيام رحمة وخير وإخاء زي ما كان أحمد بيتكلم، ولو في حد زعلان من حد حاولوا أن أنتوا على الأقل تبادروا، مش هيحصل أي حاجة. وصدقوني الدنيا مش مستاهلة خالص، لا زعل ولا خصام ولا أن أنت تبقى فيه بينك وبين حد حتى يعني ضغينة. ممكن يبقى فيه تباعد بينك وبين شخص، بس مش لازم على الأقل يبقى الموضوع فيه ضغينة أو زعل جامد. أو كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة يا رب دايماً. كل سنة وحضراتكم طيبين، صباح الخير والسعادة عليكم جميعاً. صباح الخير يا مصر.